السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم الآن السيارة سوزوكي فان سوبر كاري موديل 2021 بمعرض سيارات عبد الله، وعنوانه 30 شارع أحمد عرابي المهندسين بجوار بيتك. رقم تليفون أرضي 02-330-42173، رقم تليفون موبايل 011-464-305. أستاذ عماد فتحي. ونستعرض لكم دلوقتي العربيات الموجودة سوزوكي فان في المعرض. طبعا العربية انتوا حضراتكم عارفين ان هي 1000 سي سي. الالوان المتوفرة لون ابيض ولون احمر دم الغزال. زي ما حضراتكم شايفين العربية هي نفس العربية، مفيش اي تغيير في الفوانيس الامامية وكذلك الفوانيس اللي في الصدام الامامي ولا المراية ولا اي شيء. هو مجرد ان الموديل للسنة الجديدة. زي ما حضراتكم شايفين ادي التابلو بتاع السوزوكي الفان، وادي الكاسيت الولف بتاعها المعروف، وادي التابلو بتاعها، وجوه هنا في الكتالوجات وفي الطباب بتاعت العجل، وادي الفتيس مانيوال زي ما حضراتكم عارفين، وادي البدالات بتاعت الفرامل والبنزين والدبرياش، وادي الازاز، فرش جلد طبعا كامل زي ما حضراتكم شايفين، وادي مقابض لليد. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح الازاز بس، نفتح الموتور الاول. طبعا العربية بتنزل سنتر لوك زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله، طبعا دي كرتونة فاضية مش علاقة بيها. فرش جلد طبعا كامل. الكرسي اللي هناك ده عشان هو الكرسي على اليمين فقلاب، فكل الناس اللي هتركب هتركب من هناك. لكن هنا برضو فيه جزء هنا ممكن انا بحركه وانزل دي، هي بس الفكرة كلها ان بصور فانا مش قادر اضغط. زي ما حضراتكم شايفين طبعا الازاز هنا ده بيفتح، تمام، هنا وهناك نفس الكلام. والازاز هنا برضو وراه عليه شبكة وبيفتح. طبعا هو معمول كده علشان برضو لا تخرج يدك او رأسك من الشباك، خطر الاصابة عند فتح الباب. هو الفكرة كلها حاطط شبكة ليه؟ عشان لو واحد فتح الشباك الخلفي ده، فتح الشباك ده وواحد يرجع الباب، ممكن ايده يطلع من هنا، تمام، تتعور. فهو كاتب عامل لك شبكة حديد هنا على اساس ان محدش يطلع ايده. ادي الجرار بتاع الباب، وادي ظهر العربية زي ما حضراتكم شايفين. هو نفس الظهر نفس الاصطدام، لا يوجد اي تغيير. وادي اللون الابيض منها، ناخد برضو لفة حواليها كده. وربنا يكرم كل واحد ان شاء الله ناوي يشتريها. شكرا لكم ومتابعتكم، ولا تنسونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس والاعجاب بالفيديو وزيارة قناتنا كل يوم. شاكر لكم. سيارات عبد الله، كارز ماركت، قناة السيارات الاولى في مصر.